دكتور خالد مجاهد، برحب بحضرك معانا. اهلا بحضرتك يا استاذ شريف. اهلا بيك. اخر التطورات، 8 تماثل للشفاء واضافه 7 جدد، صح؟ مصابين. يعني في 8 الحمد لله حالتهم تم شفائهم تماما بعد ما تاكدنا من سلبيه تحاليلهم للمره الثانيه طبقا لارشادات منظمه الصحه العالميه، وخرجوا خروج تحسن الحمد لله من مستشفى العدل. وفي ايضا 7 حالات اخرين كانوا موجودين في الفندق المخصص للحجر الصحي، ودول كانوا من ضمن الخطه الاحترازيه من ضمن الباخره اللي كانت بتاعت محافظه الاقصر، وظهرت بعض الاصابات، ولكن كان في 7 موجودين كانت نتائجهم يعني دول كانوا مرصودين بالفعل، كانوا مرصودين ولكن نتائجهم كانت سلبيه، وتاكدنا النهارده جاءت نتائجهم سلبيه للمره الثانيه واطمئننا عليهم فخرجوا هم كمان الحمد لله. وفي عندنا الحالات اللي تحولت من ايجابيه لسلبيه زادت حاله، بقت 27 حاله. احنا الاجمالي الحالات المسجله دلوقتي بقى قد ايه يا فندم؟ اجمالي الحالات المسجله 67. السبعه الجدد اللي تم الاعلان عنهم اليوم دول كانوا من المخالطين للحالات اللي تم اكتشافها وتم الاعلان عنها مسبقا، ودول كانوا من ضمن اجراءات الترصد والتقصي اللي بتعملها الوزاره مع منظمه الصحه العالميه وفق ارشادات المنظمه. بخصوص الاجراءات دي يا دكتور خالد، بخصوص الاجراءات دي بعد الاعلان عن الوصول على مستوى العالم لدرجه الوباء عالميا، ده بيستتبع اجراءات جديده على مستوانا احنا داخليا؟ يعني في حاجه احنا ما بنعملهاش دلوقتي هنبدا نعملها؟ شوف يا فندم، احنا عندنا الثلاث سيناريوهات زي ما قلنا قبل كده. ايوه. السيناريو ان احنا ما عندناش حالات، ما عندنا حالات بسيطه، والسيناريو الثاني والسيناريو الثالث اللي هو الجائحه. احنا في مصر لسه ما رحناش للسيناريو الثاني، مش الثالث، ولكن احنا مستعدين، كامل الاستعدادات موجوده، مستشفياتنا موجوده. يعني انا لو عندي النهارده 27 مستشفى على مستوى الجمهوريه كمستشفيات عالية، فمستواك الداخلي، حالتك الداخليه، وضعك الداخلي هو اللي يحدد انت تتنقل لاي مستوى. كل دوله بالظبط، كل دوله بتقيم هي في انهي مرحله طبقا للوضع اللي عليه، وبناء عليه تتبع انهي سيناريو. تمام. فاحنا النهارده لو انا عندي 27 مستشفى زي ما بقول لحضرتك، وانا ما بستخدمش غير واحده او اثنين، لكن ال 27 موجود. يا رب ان شاء الله نتمنى ان احنا ما نستخدمش منهم حاجه. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا فندم دكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزاره الصحه والمستشار الاعلامي لوزاره الصحه، شكرا جزيلا مره ثانيه. نتمنى ان احنا يعني ما نستخدمش اي حاجه من ال 27 مستشفى، احنا بنستخدم لغايه دلوقتي منهم مستشفى واحده بس.